أحسن لك شيخنا السؤال. بسبب انتشار شبكات التواصل عندنا انتشر الفساد يا شيخ. جاءوا أشخاص إلى شبكات التواصل في انستغرام وفي غيرها يا شيخ، كانوا يظهرون صور بملابس ضيقة وبعورات مكشوفة، والرجال كذلك صور التي لا تنبغي عيب تجتمع مع الحريم وغير ذلك، ويجتمعون لهم عشرات آلاف بل مئات آلاف معجبين بهؤلاء. فبسبب شهرة هؤلاء وعدم وجود من ينكر عليهم من قبل العوام ويغتر بهم كثير فكثير، فلذلك نحن عندنا اجتمعنا نحن في النت فبدأنا أن ننشر صور هؤلاء الأشخاص، مع أننا في نفس الوقت نخفي العورات إذا كانت عورة مكشوفة أو شيء يعني لا ينبغي إظهاره، وننكر عليهم في النت، ننكر على الأفعال التي هم يسوونها ونبين أنها محرمة من القرآن والسنة بالأدلة من القرآن طيب والسنة، نحن ننكر عليهم علانية. فهذا التجمع نحن لا نريد نظهر الأسرار الناس ومراسلاتهم خاصة أو صور خاصة التي في جوالاتهم، بل نستغل ونشتغل في هذا المجال فقط مع الأشياء التي هم نشروها وأظهروها يا شيخ وأعلنوا عنها، صور التي أي واحد ممكن يصل لها مثلا أشياء نعم. طيب فبسبب هذا التجمع آلاف ناس الآن حذفوا حساباتهم في إنستغرام يا شيخ. جزاك الله خير. فأهل هؤلاء الأشخاص تواصلوا معنا ووعدونا بأنهم سيراقبون هؤلاء الشابات أو الشابات وسيؤدبونهم. هذه المجموعة أيضا أصبحت مانعا لكثير من العوام جزاك الله خير. الفسقة بأن يفعلون الفجور يا جزاك شيخ. الله خير. ولكن هناك من يقول أن هذا الفعل الذي نحن هذا الطريق الذي نحن نسلكه طريق غير صحيح وخاطئ، فما هو حكم لا تفضل تفضل، على لا حرج فعلنا يا شيخ؟ لا حرج، جزاهم الله خير. هذا من إنكار المنكر، وأسلوب وطريق من طرق إنكار المنكر، جزاهم الله خير، ما في أي حرج. ما دام أن الصور هذه التي فيها العورة فيها كذا هي قد سترت، نعم سترت ما ترى نعم شيء، وإنما يراد فيما أن هذه الأفعال لا تجوز وأن هذا محرم كذا، والصورة هذه ليست صورة يعني هو لا بينه وبين نفسه، وإنما شهرها هو في حسابه نعم واشتهر وطلع الناس عليها، ما أدري شيء، فلا حرج، جزاهم الله خير. بل نقول هذا من إنكار المنكر، وتؤجرون عليه إن شاء الله، وتؤجرون عليه إن شاء الله. جزاك الله خير إن شاء الله.